ساعات الواحد لما بيبقى عنده فكره ويبقى حابب يقولها للمجتمع او حابب يعترض عليها، بتبقى الطريقه الامثل ان هو لازم يلفت النظر، لازم يقول الفكره الفلانيه انا معترض عليها او انا منزعج منها او انا مش حاببها، لكن لازم تكون طريقه ملفته. شفنا في الايام اللي فاتت صور انتشرت لفتاه بترتدي فستان زفاف وموجوده في عدد من الشوارع بتتحرك، والناس بدأت تتساءل ايه قصة هذه الفتاة. هذه الفتاة هي فتاة مصرية عندها رسالة حابة توصلها وما لقيتش غير الطريقة دي. هنعرف منها ايه هي الرسالة وايه مردود ده كمان على الشارع. الأستاذة سماح حمدي مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية، وهي اللي انتشرت صورها بفستان زفاف. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا فندم. دكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، اهلا بيكي. اهلا بيكي. سماح، قولي لي ايه الرسالة اللي حبيتي توصليها من الفكرة دي ان انت تنزلي لابسة فستان فرح في الشارع؟ فستان فرح في الشارع هو قضاء يوم كامل، اليوم الحقيقي، تصرفات الحقيقية بفستان الفرح. الفكرة ان انا ضد اختزال البنت طول الوقت في قالب البنت العروسة، انها تتحط في القالب ده، ضد الطريقة اللي بنتبرمج بيها على انه الجواز ده نهاية المطاف وانه لو ده ما حصلش يبقى في كارثة كبيرة بتحصل في حياة البنت، ضد مصطلحات كتير منها العنوسة وتأخر سن الزواج، يعني كل دي انا شايفة ان حاجات احنا بنتبرمج عليها طول الوقت عشان حياتنا تقف عندها. فانت حبيتي تقولي، تنزلي وتقولي رسالة عن طريق انا حبيت اقول ان انا ضد كل الافكار دي. البنت بتقيم بتفكيرها، بتقيم بروحها، بتقيم برسالتها العلمية والحاجة التانية انا مش ضدها طبعا، بس هي مش نهاية المطاف وهي مش الهدف الاسمى للبنت، وهي لان دي حاجات مختلفة بين حد للتاني، هي يعني البنت اكبر بكتير من ان يتم اختزالها في القالب ده. فانت لبستي فستان الفرح وبعدين نزلتي فين وعملتي ايه وردود فعل الناس كانت معاكي ايه في الشارع؟ لبست فستان الفرح ونزلت قضيت اليوم العادي بتاعي خالص، الاماكن اللي بروح فيها على كذا يوم، لانه في الاول هي كانت تجربه اداء بس مواجهه المجتمع بان انا مش هاممني كلامكم او انا مش هاممني افكاركم وانا مستمره في حياتي. الفكره انه الناس بتفسر تصرفات اي بنت انها لازم تكون مسخره للهدف ده، انها لازم تتكلم كده عشان دي الطريقه اللي هتشد عريس بسرعه، انها تلبس كده عشان وكله بيقول لها اعملي ده عشان الجواز. فكان العمل بتاعي هو يعني ان انا بترجم رؤيه الناس لتصرفاتي، انا دي تصرفاتي الحقيقيه، ده الاماكن اللي انا بروحها فعلا، ده المطعم اللي انا بحب اكل فيه، ده فنزلتي رحتي كل الاماكن دي وانت لابسه بالشكل اللي هم بالظبط بالشكل اللي هم بيشوفوني بيه. هو الموضوع كان بالنسبه لي مجرد فستان، الناس هي اللي دايما بتصبغ عليه حاجه اكبر بكتير، لان هو الفستان ده رمز الزفاف. بس بالنسبه لي انا في الشارع انا كنت اعمل بشكل طبيعي، يعني هو الموضوع فعلا بالنسبه لي مجرد فستان، احنا اللي بنصبغ عليه الانطباع ده واحنا بنصبغ عليه الهاله دي والحاله كلها. انت حبيتي تعترضي على فكره انه البنت ينحصر دورها في الحياه بالنسبه للمجتمع فكره الزواج، فاعترضتي بالشكل ده ان انت تلبسي فستان الفرح وتنزلي تقضي يوم عادي في الاماكن اللي انت بتروحيها. بالظبط. رد فعل الناس كانت ايه؟ يعني لما الناس تلاقيكي داخله في مطعم لوحدك ولا كان معاكي اصحابك؟ كان معايا صديقي احمد ساعتي المصور اللي صورني الفوتوغرافيا والفيديو، كان معايا بس دول مش معانا طول الوقت، يعني اصدقاء كانوا مستنينا مثلا في المطعم زي برضو ما بنعمل في اي يوم يعني. رد فعل الناس ايه بقى لما تلاقيكي داخله بفستان زفاف مع اصحابك وتتعاملي عادي بس لابسه الفستان الابيض؟ اوكي، في الشارع في ناس استقبلت ده بصمت، يعني حصل بوز لحياتهم، وقفوا بس يتفرجوا يتساءلوا، الستات تحديدا كانت بتتساءل في صمت جدا. في شوارع وسط البلد مثلا البائعين كانوا في المترو ده وانا لسه بدايه نزولي خالص الشارع، البائعين كان بيتصرفوا بنفس الطريقه الفجه اللي فيها تعدي دايما على خصوصيه اي واحده ودايما اذاء للمشاعر، يعني تعليقات ساخره جدا وتعليقات فيها تحرش لفظي وتعليقات يعني حتى ما همهمش ان انا عروسه وممكن يبقى اللي معايا ده يخصني او يعني اوتفر، انه انا مش في حاله طبيعيه فانت ما ينفعش ان انت تتعدى عليا. هم بالنسبه لهم التعدي حاصل في كل وقت. الفكره انه ده الشكل اللي هم دايما بيطلبوه، فلما لبيت لهم ده باعتبار ان اذا ده الشكل اللي انتوا عايزينه وبعد كده هتسيبوني اكمل طريقي وطموحاتي زي ما انا عايزه، اوكي ادي الشكل اهو. الفكره ان هم برضو رفضوا وبرضو تعدوا وبرضو البنت بالنسبه لهم مطالبه طول الوقت برغبات تانية تحققها لهم، يعني هي بتبص لها دايما ان هي وسيلة لتحقيق رغباتنا احنا وسعادتنا احنا. طيب دكتور هالة، هل بتعتقدي بانه فعلا المجتمع زي ما بتقول سماح ما زال حتى هذه اللحظة بيحصر البنت في فكرة انه الزواج والبيت وما الى اخره،
وان هو بيمحي شخصيتها او دورها او ادوارها تانية خارج مؤسسة الزواج قبل الزواج او بعد حتى الطلاق، لسه المجتمع بيبص للست نظرة دي. للأسف ده واقع، وبتقابله كتير من البنات اللي هم تعدوا 30، ما بيعتبروا من بلدنا ان رقم 30 ده رقم مرعب جدا لبنات كتيرة. وانا بشوف وبشوف بنات كتيرة بيقولي في العيادة متألمين من الفكرة دي، والضغط اللي بيتم عليهم من الأسرة ومن طب انا عريس، طب ما خدتيهوش ليه، هو انت هتفضلي ترفضي كده؟ وبعدين عندنا بقى الألفاظ اللي هي من كتر عرسانها بارت، اصل انت بتتمردي، اصل انت مش عارفه ايه. فدي كلها حاجات مؤلمه نفسيا، وبتحسس الفتاه ان هي اقل من انها تكون انسانه او مراه او متكاملة، ناقصه طالما لم تتزوج بعد. بالظبط، وكانه بوزيشن. وكتير من البنات اضطروا النهارده تقول لك ايه، اصل انا وصلت ل 28 وجوزته، اصل خفت ان انا اتاخر. فما بقاش الجواز ان احنا عايزين نكلل ارتياح او علاقه او بالزواج، أصبح هدف لبنات كتيرة. ومش هقول للبنات، هقول للأسر. الأسرة النهاردة إزاي بنتي اتأخرت، يبقى العيب في أنا، العيب في بنتي، ويبتدي يحصل قلق وضغط نفسي على البنت إنها توافق على حد مش هي اللي بتحلم بيه ولا اللي كانت بتمناه. بس علشان ترضي الأسرة، ترضي الأسرة وترضي المجتمع، لأن برغم الثقافة الموجودة النهاردة وحتى في المجال العمل زمايلها، هي متأخرت ليه؟ ما تعرفش، هي كانت مخطوبة قبل كده، هي متطلقة، هي أسئلة كتيرة. في وزي ما انت قلتي الخصوصية في مجتمعنا فيها مشكلة، يعني الناس بتتعدى على خصوصيات بعض. يعني متأكدة ان كل الناس اللي شافوا سماح في اليوم ده بفستان الأبيض في الشارع، انا متأكدة ان كل الناس كانوا عايزين يعرفوا انت بتعملي كده ليه، وانت فعلا عروسة وحصل لك مشكلة، طب وفين عريسها، طب ولا هي طبيعية ولا مش طبيعية. يعني اكيد كل الناس كانت عايزة تعرف ايه اللي بيحصل لك. حسيتي ده اكيد من نظراتهم اكيد، وتساؤلات كمان. يعني حتى الميكنج بتاع الفيديو بتاعي في كلام الناس، في تساؤلاتهم، في ان هم بيسالوا المصور هي مالها، هي ماشيه لوحدها ليه هي. فقلت لهم ما تردش، هم اللي اغراب، يعني احنا بنتعامل بالطريقه العاديه وهم اللي دايما بيصبغوا علينا كده، فما تردش على حد. يعني هو ده المجتمع، يعني حتى لما تحب تعترض بطريقتها. انت متفقه؟ انت متفقه؟ احنا معانا صوت الفيديو ده بصوت، لان هي بتقول ان في الميكنج في اسئله من الناس بيسالوها. هو ده مش الميكنج، ده الفيديو اللي اتعرض، ده الفيديو الاخير من صالون الشباب. شايفه انه الطريقه اللي حبت بيها سماح تعترض على فكره ضغط الاسره وضغط المجتمع على الفتاه الزواج، زواج مهما حققت من نجاح لكن يبقى دايما في ضغط على مساله الزواج، شايفه الفكره اللي هي عملتها دي شايفاها ازاي؟ انا شايفاها تلبس فستان ابيض وتنزل. انا شايفاها فكره لطيفه جدا الحقيقه، وشايفاها ان هي نوع من الاعتراض، وكأن النهاردة أنا اكتملت بما أني لبست فستان فرح ولم أكن أنثى كاملة طالما أني أنا مش لابسة فستان فرح. فده نوع من الاعتراض العملي، الاعتراض اللي بقول أنا ما بخجلش، أنا خرجت في المجتمع وأنا لوحدي وأنا لابسة الرمز اللي أنتوا ضغطين عليا بيه. وبواجه المجتمع بمنتهى الجرأة، بقول أنا لابسة فستان الفرح ولكني ما زلت معيش رفيق العمر، أو هنقول الشخص اللي هعيش معاه بقيت عمري، ولكني أنا موجودة بفكري، بشخصيتي، بإنسانيتي، بأنوثتي، برغم عدم وجود حد جنبي. فأنا شايفاها حاجة جميلة. أهلك استقبلوا إزاي ده؟ يعني مامتك بالتحديد، لأنه كان قعدوا يقولوا كتير على النت إنه ده بسبب خلافات، محدش كانت لسه واصله له فكرة إن أنت عاملة كده كعمل عام، يعني الفكرة عامة. فاستقبلوا الأسرة إزاي الفكرة دي؟ هو بس الأول الصحافة اختزلت دايما الموضوع عشان الشغل اللي بيعملوه. يعني هو أول صحفي كتب عن الموضوع كتب باعتبار يعني برمزية الأم، وأنا برمزية البنات اللي بتتعرض للضغط ده. استقبلوه إزاي؟ أولا هي والدتي كانت ده كان جزء من شغلي، من دراستي. ففي العادي إن أنا ما بشركش حد في قراراتي او في التفكير الشغلي او سير دراستي عامل ازاي. فاستقبلوه في الاخر باعتباره عمل فني لما تعرض هو والتجهيز الفراغي بتاعه، لما تعرض في الصالون وخد جايزه، فهم كانوا جايين يستقبلوا عمل فني نجح وخد جايزه، فده الفخر. هي طبعا استغربوا يعني ده اتعمل امتى، او هو ده الفستان اللي انت طول الوقت عماله تعمليه وبتاع. بس يعني هو في الاخر استقبلوه من الزاويه دي. يعني ده في العيله، استقبال المجتمع مش بس اللي انت شفتيهم في الشارع في اليوم اللي انت كنتي لابسه فيه فستان ابيض، بس عموما ردود الفعل اللي جات لك من التعليقات، من الكلام اللي سمعتيه بعد كده، شايفه ان الناس اعتبرت انه فكرتك
والطريقه اللي انت حبيتي تعبري بيها عن الفكره، الناس استقبلتها بشكل ايجابي ولا بشكل سلبي؟ 90% بشكل ايجابي، يعني من كل 200 حد ولا 300 حد يطلع واحد معترض، وفي الغالب الواحد ده بيكون راجل. بيعترض ليه بقى؟ ايه مبرراته في الاعتراض؟ يعني بالنسبه للراجل هو مسيطر في كل حاجه، فازاي تطلع واحده تقلل من السيطره دي او تقول ان انا كمان زيك او ان انا مش هاممني وجودك في حياتي يعني او ان انت مش اولويتي دلوقتي. الاغلب اللي جه بنات، في بنات كتير بتبعت لي ان انا عبرت عنهم وانه ده شيء جريء جدا، ويا ريت انا كنت اقدر اعمل زيك، ويا ريت كنت اقدر اعلن صرختي واحتجاجي للمجتمع بالطريقه دي. الحركه اللي انت عملتيها دي تدل على ان انت شخصيه جريئه. بالظبط، يعني انا ده الاساس، ان انا بواجه المجتمع من خلال يعني العمل الفني بتاعي، هو الخروج بره الصندوق والخروج بره الحاجات المغلقه. فبالظبط، وان انا واجه الناس وتعمل لهم حاله الصدمه دي، وتخلي الصدف هي اللي تتحكم في ردود افعالهم وتتحكم في العلاقه التفاعليه اللي بيننا. يعني ايه تاني من الافكار الجامده او اللي انت شايفاها لا تصلح في هذا الزمن، اللي انت عايزه كمان تعبري عنها وممكن تعملي حاجه تاني زي اللي انت عملتيها قبل كده، تنزلي فستان؟ ايه فكره تانيه بتعمل لك ازعاج وازاي ممكن تعبري عليها بنفس الطريقه عن طريق الفن؟ هي للاسف اغلبها حاجات ليها علاقه بالتفكير الانثوي، من يعني من الحاجات اللي احنا دايما بنعيشها. في حاجات ليها علاقه بنظره الراجل للست عشان كده بيتحرش بيها، في حاجات ليها علاقه بالتابوهات عموما، التابوهات او الحاجات اللي هي بالنسبه لنا خط احمر، واغلبها ليها علاقه بالخصوصيه، انه يعني احترام كيان الفرد وانه شويه يخرج بره الكيان الجمعي، ان انا ممكن ابقى فرد وفي نفس الوقت يبقى ليا قيمه. دي برضو من الحاجات اللي هو ازاي بنت تستقل، ازاي لا هي لازم تبقى من هنا لهنا، من ايد لايد، من مسؤول لمسؤول اخر. فكل التابوهات اللي ليها علاقه بالموضوع ده انا ما عنديش مشكله اكسرها في اعمال ثانيه. يعني عايزه اسال حضرتك يا دكتور هاله عن فكره ضغط العائلات، ضغط ودايما العائلات هنا بتبقى الاب والام على الفتاة، فكرة انه الزواج لازم تتزوج حتى لو في شخص مناسب، وكمان لما بتصل الفتاة لسن الـ30 خلاص كده الدنيا خلاص كده انتهت. تدي بقى نسمع عن المصطلحات اللي هي مصطلحات مزعجة الحقيقة جدا، زي العنوسة والكلام اللي حضرتك عارفاه ده. هنا هم بيعملوا ايه؟ هل الضغط ده اللي يخليها تتجوز اي شخص وخلاص بس عشان فكرة الجواز، ولا هنا بيأذوها بقى على مدى حياتها لان هي ممكن تختار شخص غير مناسب؟ هو بيأذوها مفيش كلام، وشفتها كتير، يعني كتير من يمكن زوجات فشلت حياتهم الزوجية تقولي ما أنا اتجوزت عشان وصلت ل 28 أو 29 فأنا ما كنتش مقتنعة بيه بس اتجوزته. فبتبقى داخلة أصلا بداية مش بداية صحيحة. والمجتمع للأسف يعني حتى في كلمة خصية الخلان بتبص تلاقي مفيش حد بيسكت، مفيش حد ما بيعلقش عليها. يمكن بيسالوها يا ترى، ودايما كلمه عقبالك ساعات تبقى مؤلمه شويه. كل حاجه عقبالك بنبره كده فيها، بنبره يعني. والنظره والحاجات دي كلها. ويمكن اكتر حاجه تتسال عليها البنوته مش عملها ولا فكرها ولا ايه رايها في القضايا السياسيه، ها مفيش حاجه في الطريق مخبيه علينا كده. تبص تلاقي دايما محطوطه في الموقف ده من المجتمع بالكامل، يعني سواء من الأهل، الأسرة، الأب والأم، الجيران، الأسرة الممتدة، أو من العمل، الأصدقاء. يعني بص تلاقي وكأنها محاصرة. وبعدين لما خالة بقى ولا خال يجيب عريس وهي ما ترضاش يبقى زعلان جدا، هي كمان بتنقي، هي كانت طايلة أن أنا أجيب لها عريس. يعني بص تلاقي فبيخلوا وكأنها إحساس بال أنا أقل إنسانية، أقل أنوثة، أقل من. والمتزوجة بقى اللي هي حامل وبتجيب ولاد هي أفضل مني؟ لا، هي ليست أفضل منك، ولكن يمكن صدفة الشخص المناسب في وقت بدري شوية عنك. أو ممكن تكون التانية حققت نفسها في حاجة تانية، يعني ربنا ما بيديش كل حاجة، يعني ممكن تبقى أكيد. وده بالعكس، ده بيقولوا إنه التأخر سن الزواج عند بعض الفتيات بيبقى بسبب الارتقاء في العمل، يعني وبرضه عايزه فرصه في العمل. مش بس كده، انه المعايير اللي بتختار على اساسها، كل ما الشخصيه او البنت او الفتاه بترتقي مستوى الفكري ومستوى مستوى الثقافي ومستوى العمل ومستوى المادي كمان في بعض الاحيان، بيبقى متطلباتها في الشخص او في الزوج بتبقى اعلى، وده اللي بيصعب الموضوع. هو اكيد بيصعب، لان هي بيبقى وعيها اكتر، بيبقى خلاص فهمت هي مش بس عايزه تلبس فستان ابيض، ما بقاش الجواز بالنسبه لها فستان ابيض والناس تهنيها وشهر عسل. هي شافت ما بعد الزواج، انا الراجل ده
فرحانه ان انا اتجوزه وعايزه اعيش معاه. ودايما بقول لهم تصحي الصبح كده تنبسطي ان انت شايفاه قدامك، تحبي تحضري له فطار. ودايما لما تيجي لي بنت اقول لها اسالي نفسك الاسئله ديت، كل يوم عايزه تستقبليه لما يرجع، عايزاه يمسك ايدك وانت بتولدي، عايزاه هو اللي يراعي لك ولادك ويربيهم لك. اسالي نفسك الاسئله دي قبل ما توافقي على راجل، مش هو معاه فلوس ايه وبيشتغل ايه واهله مين. دي اسئله مقبوله ولكن ليست اساسيات. اسئله في التقارب الفكري والاجتماعي والثقافي اللي هتدوم بقى طويلا يعني. دي مهمه، مش بقول مش مهمه، ولكن التقارب النفسي، الارتياح، مش لازم بقول شعله الحب، ولكن ان هي تكون مرتاحه له، بتحب تقعد معاه، بتحب صحبته. وعشان كده بقول لكل بنت ما تتنازليش، ما توافقيش على انسان انت مش حباه، لانك بتظلمي نفسك وبتظلميه وبتظلمي ولادك. لان هو عايز واحده تحبه وتفرح بيه، لو مش فرحانه بيه ما تاخديهوش ايه تقضيه يعني، اهو يلدوه يعني اتس اوكي. لكن لا، خديه وانت سعيده بيه وشايفاه الانسان اللي انت عايزاه. يا اما اديله فرصه مع انسانه تانيه تشوفه هو الانسان اللي عايزاه، عشان ما تظلموش وما تظلميش نفسك. بالظبط. طيب معانا مدام سهير من القاهره، اتفضلي. خير مدام سهير. خير يا استاذه ايمان، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اقدر اقول رايي؟ طبعا اتفضلي. بدون زعل؟ لا بدون زعل. طبعا معلش مع المدموزيل اللي جنب حضرتك، طبعا الفكره مش مظبوطه ومش سليمه. استاذه سماح. اي استاذه سماح، قلت انها تنزل بفستان فرح. اولا فستان فرح ده له جمال وله قدسيته، مش للمشي في الشوارع. معلش انا هقول رايي، ما تزعليش يا حبيبتي. لا هي هتسمع حضرتك وهترد عليكي. عايزه اقول النهارده، كان زمان البنت بيفرض عليها الجواز، كان زمان الكلام ده. النهارده البنت حره قوي وفري قوي وقويه جدا. ما فيش النهارده اب وام حتى لو في النجوع يفرضوا، يقدروا يفرضوا على بنت النهارده انها تتجوز، ده خلاص. لكن عايزه اقول لحضرتك، ليه البنت تبقى عايزه تتجوز؟ معايا حضرتك؟ معاكي اتفضلي. عشان اهلها بيضغطوا عليها في الزمان ده يعني. لا، لان هي بتخاف انها تواجه المشاكل بكره لوحدها. بتخاف ابوها وامها يموتوا وهي لوحدها، والزوجه حتى الزوجه بتخاف انها تواجه الحياه بعد الزواج لوحدها كده. لكن مش عشان الاهل بيضغطوا البنت، يا اما احنا بنضحك على نفسنا. النهارده البنت بقت ما شاء الله، بقت اذكى من الراجل واقوى من الراجل شخصيا، الحياه اتغيرت تماما يعني. فده رايي انا. لكن قلت ان هي عشان خاطر الراجل، المجتمع كل بيت النهارده يا استاذه ايمان في مطلقه، في ارمله، في متجوزه ما عندهاش عيال، في بنت مش متجوزه، في عنده عيل عنده اعاقه، محدش فاضي يتكلم على حد، محدش فاضي يتكلم على حد اطلاقا، حتى المتجوزه كلها مشاكل. الحياه اتغيرت، احنا في دوامه ثانيه، احنا في دايره ثانيه خالص. ما عادتش البنت، لكن البنت اللي بتفكر ان المجتمع، لا قولي خليكي صريحه، انا خايفه اواجه الحياه لوحدي، وده شعور عاطفي طبيعي. موروث جوايا طبيعي. بس برضه يا مدام سهير، لسه في مصطلح، لسه في مصطلح العنوسه، يعني البنت ما بتعدي سن معين ما بتتجوزش، لسه المصطلح ده موجود. هقول لحضرتك حاجه يا استاذه ايمان، اللفظ العنوسه ده ما حدش النهارده بيقوله. انا بشوف بنات عندها 38 و40 سنه بيتجوزوا جوازات افضل مليون مره من البنت اللي عندها 20 و22 سنه. صحيح. حتى الراجل اتغير، الراجل النهارده اللي بصي اللي بيفكر في اللي عندها ال 22 23 للاسف ده الراجل اللي متجوز. لكن الشاب اللي لسه بيقبل على الجواز ما بيفرقش معاه اطلاقا السن، بيبص لشخصيه البنت، وبرضه احيانا بيبص البنت بتشتغل او ما بتشتغلش عشان تساعده، لان الحياه بتتطلب كده. وانا بنصح كل بنت ما تدوريش على الحب، دوري على الانسان بتستريحي له نفسيا، نفسيا، لكن فكري بعقلك وانت بتختاري. لاني قلت ان انا اختار واحد هيساعدني في المطبخ ويساعدني في تربيه، ده وهم، دي مش حقيقه. الراجل المراه بتكتشف شخصيه ثانيه خالص بمجرد الباب ما بيتقفل، وهو كمان بيكتشف واحده ثانيه خالص بمجرد الباب ما بيتقفل عليهم. يبقى نفكر بالعقل مع راحه نفسيه وانا قاعده معاه، لكن الحب مش ضروري قوي يعني ان ما جاش. بشكرك مدام سهير، بشكرك. طيب معانا كمان استاذ ابراهيم من الجيزه، اتفضل. استاذ ابراهيم، مشاهدين جميعا، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. دلوقتي لما يكون البنت دلوقتي افضل لها ان تعيش بدون زوج بخيل
ماديا او جنسيا على ما تتزوج، ولابد ان تتخير، ولابد ان تعمل بحديث رسول الله اذا جاءكم من ترضون دينه واخلقكم فزوجوه وان لم تفعلوا تكن فرقه في الارض ولا في السماء. فهي يعني الاستاذه مشيت وكده، يعني نوع بقى ان هي حاجه احنا مش سامعين يعني كويس. على فكره انا عندي مشكله في انا بقول لحضرتك يعني هي دلوقتي قلنا عامل الموضوع ده عايز تطلع في الاعلام او حاجه يعني او تهرب من الشهره، لكن احنا عندنا لو جبت راي رجال الدين هتلاقي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض او في السماء. والبنت ما بتتزوجش الا اذا كان تتخير من هو يكون الافضل لها الا تعيش مع زوج بخيل ماديا او جنسيا على انها تتزوج، ده افضل لها من الزواج، وهكذا قالوا علماء الدين. وده ديننا يحس على هذا، وجميع الاديان السماويه تحس على ان البنت تتخير وتختار وهي لها حريه الاختيار، وعلى الاسره انها تحترم هذا الاختيار. بشكرك، شكرا استاذ ابراهيم. عايزاكي تردي يا سماحة على فكرة الفكرة اللي قالتها مدام سهير انه هذا الفستان ليه قدسيته. طيب ارد بالترتيب المكالمات اللي جات ولا رد؟ ردي الاول بس على موضوع القدسية بتاعت الفستان الخاصة بالفستان الاول نفسه. انهم الدكتورة او المدام اللي اتكلمت بتتكلم كأنه كل الكلام اللي بتقال قاعدة عامة ان كل الناس لازم تعمل كده. اولا قيمة الفستان مش في شكله، مش ده القيمة، والحدث نفسه في الشخص اللي هيكون معايا في الحدث مش في الشكل. فدي مش يعني انا كده ما ضيعتش قدسيه الفستان بالنسبه لي، هو اصلا ملوش قدسيه، احنا اللي بنصبغ على الحاجه دايما قدسيتها من عدمها او الهاله دي من عدمها. الحاجه الثانيه اللي اتكلموا عن السن ومش سن، برضو انا مش عارفه مين اللي اقر ان في سن معين لو ست تخطيته خلاص كده انتهت حياتها. يعني العرف الاعراف الاعراف دي اللي احنا اتعودنا عليه كده. اوكي، العرف كان بيقول من 40 سنه ان انسب جواز للبنت من سن 13 ل 16. فدلوقتي اتغير، فكل اللي بيتكلم ان هي قاعده، وانه مع ان انا مختلفه مع كده، ال 18000 ولا ال 20000 اللي علقوا عندي مختلفين مع كده، يعني ما فيش اي قاعده في الدنيا. واستاد كتير في العالم مش مؤمنين اصلا بالكلام ده، والحقيقه ان هم بيكونوا ابطال وبيربوا ابطال احسن من اللي احنا بنربيهم بكتير. قصدك مش مؤمنين بايه؟ مش مؤمنين بأفكار زي اللي بتتقال انه في سن معين ان ده لازم يحصل. الحاجة التانية برضو لان واضح انه بيتفهم من كلامي ان انا ضد فكرة الجواز عموما، انا مش ضدها. انت ضد فكرة الضغط، ضد فكرة اختزال البنت في الفكرة دي بس، او الضغط عليها للزواج خصوصا انها حاجة خاصة جدا. يعني موضوع الجواز ده مش هيعود بالنفع او بالضرر غير على صاحبة الشأن، الناس كلها هتمشي وهتسيبها هي في حياتها دي، هي اللي مبسوطة او هي اللي مش مبسوطة. ولاننا دايما بيتم برمجتنا على الافكار دي بنخرج وكانه ده الطبيعي، وكان مع انه مفيش اي قاعده في الدنيا بتقول كده، دي حاجات احنا اللي صبغناها على نفسنا وقعدنا جنبها وقدسناها وما خرجناش بره الدايره دي. تمام. الحاجه الثانيه على موضوع الشو الاعلامي، النزوله الاولى للعمل ده كان من سنه تقريبا، النزوله الثانيه كانت من شهرين ونص او ثلاثه، اتعرض في صالون الشباب شهر ما حدش اتكلم عنه ولا انا اهتم. يعني انا لو عايزه اعمل شو كنت نزلتهم من سنه، كنت جبت كل الجرايد اللي بتتكلم دي من سنه، كنت جبتهم في صالون الشباب، يعني ده حدث سنوي بيحصل. امال ايه اللي حصل دلوقتي خلى اللي حصل ان في صحفي كان موجود في المعرض بالصدفه وعجبه العمل وكتب عنه باعتباره عمل فني، فانتشر كحدث اجتماعي في نفس الوقت. يعني انا ما فيش ان هو حاجتين، هو عمل فني وليه هدف اجتماعي، او عمل اجتماعي وانتهى بعمل فني. انا ما فيش ده، بس انا قصدي ان انا لو عايزه اعمل شو كنت جبت الناس وقت ما العمل اتعرض شهر، كنت عرفت الناس، ودي بقى فرصه ان انا اعرف ان العمل ده واخد جايزه كعمل فني. بس انا ما اهتمتش ان اقول ده يعني. طيب معايا احمد بن المنصوره، اتفضل. استاذ احمد، استاذ احمد، طيب في مشكله في التليفون. ماشي. دكتور هاله، هل بالفعل انه لا يعني انه ما بقاش في الضغط ده، ان الدنيا اتغيرت، ان حتى موضوع الضغط في مساله الزواج على الفتيات او اجبارهم في بعض الاحيان من كتر الالزام زي ما بيقولوا على الزواج، ده بقى موجود في بعض الفئات القليله جدا، يعني بقى استثناء، ما بقاش قاعده عامه خلاص في المجتمع المصري؟ لا، هو بالعكس، انا شفته في عيادتي كتير، وشفت كتير من البنات لا تعدوا 30
وجميلات ومثقفات ومتعلمات، وحاجة جميلة جدا تيجي تبكي وتكون مكتئبة، أنا عليا ضغط غير عادي، وبتكلمني على واحد متقدم دلوقتي وأنا مرعوبة أن أنا أشوفه لأن أنا خايفة أن يقولولي ما خدتيهوش ليه، فأنا خايفة أشوفه عشان ما يتقليش ما خدتيهوش. هي يعني مش عايزة تتجوز بس هما بيضغطوا عليها تتجوز؟ لا يعني؟ هي عايزة تتجوز بس تختار براحتها، ما بتختارش عشان هي تعدت الـ30، كان عندها 32 سنة، تعدت الـ30 فمش من حقك بقى تختاري تنقي وتختاري، ده الميعاد ان انت اللي يجيلك تشيلي بقى. فطبعا ده كان مؤلم عليها جدا نفسيا، وبيفقدها الثقة بنفسها، وبيخلي الفوكس والتركيز على تتجوز ولا لا، وكأن ما فيش حاجة تانية في حياتها، ما بنبحثش معاها نجاحها، عملها، فكرها، دينها، أخلاقياتها، ما بنبحثش معاها غير حققتي الهدف بتاع الزواج ولا لم تحققيه. فده بيبقى ضغط نفسي وشفته كتير، يعني ما اقدرش اقول. وبعدين انا مش بقول في مستويات ثقافيه قليله، لا انا بتكلم على كمان الطبقه المتوسطه للطبقه العليا، كل الطبقات موجود، مش بس كده، كمان المطلقه بيتبص لها انت كمان ما ارتبطتيش تاني ليه ساعات برضو، وبتبقى طبعا وكانها البنت المتاخره في الجواز هتاخد جوزي مني، فتبقى كل البنت مخليه بالها على جوزها كويس قوي، احسن المتاخره دي تاخد جوزي مني. فطبعا دي كلها ضغوط بيمر عليها بيها في المجتمع، وبشوف ممكن بتوصل لمرحله الاكتئاب فعلا، ممكن جدا، لان هي بتفقد الثقه من نفسها، كل حاجة بتجرح، يعني الجملة بتتقال ببساطة ولكن بتسيب سكار، ندبة في الجسم، فبتخلي هذه الآنسة اللي هي مفروض validate me، شوفوني كحاجة تانية، الدنيا قيمتي أصبحت بلا قيمة. بس هل البنت ممكن هي اللي تفرض ده؟ يعني هي اللي تفرض على المجتمع أن هي حتى لو تأخرت في الزواج أن هي بتحقق نفسها في أشياء أخرى، في عملها، في مع أهلها، في مشروع بتعمله، في عمل، في دراسة، في صح. هو لو المجتمع قرر ان هو يديها المساحه دي وما فيش نظرات التساؤل، ده لو قلنا ما اتكلموش، ما فيش كلمات. وللاسف كمان بشوف ان بعض البنات بيتعرضوا، المديرين يبتدوا يتحرشوا بيهم، دي شفتها في حد برضو متاخر شويه، لا ما خلاص بقى البنت دي، فما على الاقل انا اهو كويس موجود، ففي نوع من عايز اعمل علاقه غير شرعيه معاها، هترضى بحياتها، هترضى بقى بالظبط بعلاقه غير شرعيه. او بيتعرض على البنات برضو الزواج اللي هو العرفي برضو من الحاجات، او تبقى زوجه تانية، دي المشاكل اللي فعلا واجهوها، بيقولوا لي احنا واجهناها. طبعا من الحاجات برضو اللي شفتها واجهوها ان لما في بعض العرسان بيروحوا اكتر من بيت، وكان بينقوا يختار، البضاعه كتير معروضه وهو اللي بالظبط، ودي بتبقى مؤلمه جدا وشفتها كتير، ويبقى كل شويه والام تدخل تقول ايه، انا نفسي بس ابني يوافق. طب ما انت عارفه ان ابنك ما بيرضاش، فبيجيبي له غيرها وغيرها، طب ما شفناش ليه ابنك ما رضيش بكل دول، والالم النفسي اللي بيسببه دخول البيوت، ان هو كل شويه بيدخل لحد واحساسه يعني انا من حق ارفض. يعني لازم يكون في بدايه كده، يعني قواعد، ان انت عندك استعداد لفكره الارتباط. من اغرب الحاجات اللي قابلتني ان واحد بعد ما شاف بنوته بعد ما خرج من البيت بعدها بشهر بيعاكسها وعايز يعمل علاقه نصاحب، يعني مش جواز، يعني هو رفض. ليه بقى؟ هي ما كانتش فاهمه طبعا، هي جات لي قالت لي انا مش مصدقه ان هو بعدها بشهرين بيكلمني وبيقول لي وقعد يهزر ويتكلم في التليفون واكتر من مره. عايزه تتكرر على فكره يا دكتور، يعني انه بيدخلوا البيوت بهدف الزواج، يتعرف على البنت وبعد شويه يحصل اي حاجه تفركش الجوازه ويبقى اتعرف عليها، وبعد كده يبتدي بقى يبقى عايز يعني يقضي وقت، اللي هو يصاحبها ويخرج ويكلمها وكده. فدي ده وده اسلوب جديد ولا هنا عشان البنت بتبقى فريسه سهله بالنسبه له بسبب سنها كبير، او ان هو عارف ان اهلها بيضغطوا عليها؟ ما هو ده البريجيدس او التفكير الخاطئ، ان البنت دي افيلبل، يعني متاحه، طالما ان هي تعدت سن معين فهي متاحه سواء للزواج العرفي، للعلاقات الغير الشرعيه، ان هو يخرج معاها، وبتبقى مؤلمه اكتر. ده انت رفضتني، يعني هو قال كزوجه انت رفضتني لكن كزوجة. مستعد تصاحبني يعني ازاي؟ فطبعا دي من الحاجات اللي شفتها وكانت مؤلمه جدا. فهي الموضوع متشعب وله أبعاد كتيرة، وكان في بنت بتخاف تروح تقابل حد لأن تعبت من كتر الرفض، تعبت من الرفض،
لان برضو في مجموعه بتشوف ناس كتيره جدا جدا وبيرفضوا اصلا عندي شقه وعندي كذا ويبتدي بقى ينقي ويختار ويا ترى هتعملوا لي عفش ايه ويا ترى هتعملوا لي. طبعا بيتامر بيتأمر. يعني عارف انه بس هنا بقى الاسره عليها دور كبير قوي لان هي اللي بتهين بنتها. يعني الام او الاب اللي يسمح لان بنته تبقى بضاعه معروضه في الفاترينا كل حد بيجي يتفرج عشان يقبل او ما يقبلش هنا هم اللي بيهينوا البنت. للاسف الديسبريشن ان هم ديسبريت يعني خلاص مرعوبين حاسين ان دي وظيفتهم ان هم يحققوا لازم يتجوزوها لازم يتجوزوها فيمكن بيتنازلوا عن حاجات يمكن ما كانوش بيتنازلوا عليها عنها قبل كده وده بيخلي في من اقرب الحاجات اللي شفتها ان في عريس بيروح ويتقدم والبنت كانت 38 سنه فمتاخره سنه يعني قربت على 40 فبتحس ان ايه وبعدين يقول لها انا مقتنع بيكي وكل حاجه وبعدين مره واحده يتصل بيها انا عايز 3000 جنيه هاتي لي 3000 جنيه وده حصلت فعلا أيوة. راحت اديت له طبعا هي فرحانه بيه وعايزاه واختفى العريس نصاب يعني نصاب. ده مش عريس ده نصاب ده نصاب بصد فابتدت استغلال تاخر سن الجواز وقلق الاهل للنصب المادي على بعض الاسر فالموضوع اصبح صعب صعب ومش سهل على نفسية كثير من البنات وعشان كده انا شايفة ان اسلوب الاعتراض ما كانش غلط برغم استغراب بعض الناس لي بس بقى ولكن يعني في رمزية النظر. كان في رمزية كويسة ايه مشروعاتك الجاية طيب يا سماح بس عايزة اقول انا موافقة جدا على كلام الدكتورة وكلام حضرتك جدا انه دي نتيجة فعلا البرمجة اللي هي يعني اي حد شايفها شو اعلامي اي حد رافض الموضوع انا عايزاك تتعرض للضغوط اللي الدكتورة دي بتقول عليها وقول لنا هتفضل معترض ولا هتفضل مبسوط ولا هتفضل يعني لانه فعلا كل اللي بتقوله الدكتوره ده بيحصل انه وده انا كنت كاتباه حتى كنصوص معروضه جنب الصور فيها الصرخات دي كلها انا سلعه معروضه في الشوارع عشان اخدم هدفكم امتى الناس هتبص لي من غير الفستان امتى الناس يعني كل ده كان تكست فعلا مكتوب فانا موافقه جدا على كل الدكتوره قالته يعني ده كمان الاثار بقى لما بعد الذنب وما بعد ان البنت ترضخ لهذا الذنب وتقبل باي عريس علشان تخلص بقى من كل اللي حضرتك قلتيه قبل كده نظرة المجتمع والمضايقات وما الى اخره هل بيبقى نتيجه في احوال كتيره هي الطلاق يعني هل ده اللي ادى الى ارتفاع نسبه الطلاق بشكل كبير قبل ما اسمع الاجابه هستاذن حضرتك بس نسمع اميره من طنطا اتفضلي اميره ايوه يا فندم ايوه معلش ممكن تعلي صوتك عشان نسمعك ايوه يا فندم هو فعلا المجتمع بيقيدنا بحاجات بنرتبط بيها كتير جدا يعني لازم البنت تعمل حاجه معينه يعني انا مش سامعاكي فمعلش هستاذنك بس علي صوتك شويه اميره ممكن تعلي صوتك شويه طيب انا سمعتها بتقول محتاجين حل للمنظومه دي فواضح ان هي يمكن خجوله ان هي تعترض معانا وتقول يمكن حد يعرف صوتها مغطيه صوتها شويه فمغيره شويه ولكن هو فعلا محتاجين حل مجتمعي للمنظومه دي محتاجين ان احنا ثوره على فكر المجتمع ولازم احنا الاسر تتغير مع التغير اللي حاصل طيب في المجتمع طيب يا اميره علت صوتها طيب وهتتكلم اتفضلي يا اميره ايوه فندم اتفضلي ازيك يا استاذه امام تحياتي لحضرتك اهلا بيكي انا اولا احنا قاعدين في الشارع تمام ومحتاجين سيادتك تقدمنا سياده المحافظ انا من طنطا واحنا قاعدين في الشارع احنا ثلاث بنات ووالدتي مريضه بفيروس كبدي انتوا قاعدين فين يا اميره احنا قاعدين في طنطا فين في طنطا في طنطا قاعدين في الشارع ايه اللي حصل اللي حصل حضرتك ان صاحب البيت باعه لواحد تاني والتاني ده اشتراه وعايزه خالي من السكان وهو طردنا بره احنا مش عارفين نعمل اي حاجه وكل واحد بنطلب منه مساعده بيساومنا على نفسنا كل واحد عايز غرض معين عشان يقدم لي الخدمه عايز حاجات ما ينفعش طبعا تتقال طيب ما تقفليش يا اميره هناخد منك كل البيانات وهنتابع معاكي ما تقفليش طيب فكنا بنتكلم على المنظومه كنا بنتكلم على الطلاق وهل ليه علاقه زياده نسبه الطلاق بشكل كبير جدا لانه في احصائيه بتقول مش عارفه كل 100 بيتجوزوا كام بيتطلقوا هل ده ليه علاقه برضه فكره التسرع انه نتجوز وخلاص نسكت الام نسكت الاب كتير قوي من الناس اللي تجيلي في حياتي تقول لي ايه انا تزوجت واحد
فكريا واجتماعيا اقل مني. انا مش بقلل من قيمه من هو اقل ومن هو اكثر، ولكن انا بقول ان الطبقات الاجتماعيه المتقاربه فكريا وثقافيا واجتماعيا افضل يكونوا نفس الفكر. ليه؟ لان كل طبقه لها ثقافتها مع احترامي الشديد ليها. ففي طبقه عادي جدا ان هم ياكلوا بايديهم، وده مع احترامي ده كلتشر بتاعهم ولازم احترم ده، مبسوطين بكده ولازم احترم ده. فما تاخديش واحد من طبقه او فكر او كلتشر مختلف، ثقافه مختلفه، وبعدين تبتدي تنتقديه وتحسي انه اقل منك، فانت عايزه ترفعيه معاكي، بس هو بينتقد فيبتدي يخبط فيكي. فده بيبقى نتيجه ايه؟ انا من دي وان مش مقتنعه بيه وشايفاه اقل، بس وافقت عليه. دي من الحاجات اللي بسمعها. الاستعجال، انا ما حبيتوش وهو كان متجوز قبل كده وما سالناش عليه كفايه، فارتبطت بيه وقلت يلا اهو عريس، فما بقاش في وقت يساله، ما رجعتش نفسها ان هو كان متزوج مع، برضه هو حر لو كان متزوج قبل كده، ولكن يكون عندها الوعي والباك جراوند الكافي ان هي بتاخده وهي عارفه بتاخد ايه. فطبعا الاستعجال، التنازلات اللي بتتم عشان القلق الشديد، مع اختلاف الفكر، اختلاف الثقافه، اختلاف ساعات تلاقي واحده مثقفه جدا متجوزه واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، شفتها برضو كتير. طب ازاي انت وافقتي ليه؟ معقوله للدرجه دي؟ اه شفتها، بس بعضهم بيبقى متقبل وبعضهم بيرفض. طيب خلينا نسمع فاطمه من اسكندريه، اتفضلي. الو استاذه فاطمه، اتفضلي. الو الو اتفضلي. الو سامعيني؟ ايوه سامعاكي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا انا بحترم راي دكتوره جدا. اتفضلي اتكلمي، اتكلمي على طول بس اسمعينا من التليفون. يا استاذه فاطمه ماله التليفون يا جماعه؟ طيب لما بتجيلك يا دكتور بنت تشتكيلك وتقولك ان هي وصلت لدرجه الاكتئاب او على وشك الاكتئاب بسبب الضغط الشديد من العيله على مساله الزواج، وهي لسه لم تجد الشخص المناسب، وانه العيله بتضغط وهي خايفه ان هي تضطر ان هي تقبل باي حد عشان تخلص من ده، تنصحيها تقولي لها ايه؟ بقف جنبها قوي وبقول لها انت صح، لان ساعات بتبقى عايزه تسمع كلمه انت صح. انت من حقك الاختيار، من حقك انك تكوني سعيده وراضيه عن الشخص اللي بتتجوزيه، من حقك ان انت تدي فرصه لولادك في اسره سويه سعيده. استمري، ما تتنيش مع الضغوط. ابني نفسك كانسانه فكريا عمليا اجتماعيا. انت عايزه تدرسي ايه؟ وابتدي اتكلم معاها عن احلامها. انا هي كانسانه بتحلمي بايه؟ بتحلمي تكوني فين؟ عايزه تعملي ايه؟ ايه الحاجات اللي عايزه في المستقبل تكونيها؟ ما يبقاش بس انا عايزه اتجوز واخلف واعمل بيت، ده حق كل البنات عايزه ده وكل الرجاله عايزه ده، لان ده حق طبيعي واحنا اتخلقنا ان احنا نعمل اسر ونبني مجتمع من خلال ده. ولكن ما يكونش الهدف الوحيد. برضو بديها ثقه بنفسها. مش عشان عديتي سن معين ده معناه هو النصيب ما جاش، ودايما اقول لها ايه؟ انت ممكن هتشوفي 1000 واحد، بس هو واحد نصيبك. والواحد ده لسه ما شفتيهوش. مش معنى كده ان انت اقل من اي واحده تانية، ولا ان الدنيا انتهت. ولا الدنيا انتهت بالظبط. طيب سامح، تحبي تقولي اي حاجه؟ تحبي تكلمي الناس، تكلمي الفتيات وخاصه اللي ما وصلتهمش الفكره صح اللي انت كنت عايزه تعبري عنها؟ انا بس الاول كنت عايزه اعلق على لما حضرتك سالتيني على موضوع من الطبهات، هو جه دلوقتي في سياق كلام الدكتوره ان من ضمن الطبهات دي موضوع الطبقات في الجواز. انه ما ينفعش دكتوره تتجوز واحده اقل، او مهندس لازم يتجوز دكتور، او الكلام ده كله معناه ان احنا بنختزل نفسنا لصفات. يعني ايه المشكله انه يبقى واحد من طبقه اقل؟ وده مش ذنبه، ده ذنب عوامل كتير قوي اثرت فيه، وقدر يخلي من نفسه مثقف او قدر يخلي من نفسه حاجه ثانيه. الموضوع بيرجع لاستقلاليه شخصيته وللخبرات اللي طالما طالما المستوى الثقافي متقارب، لان ممكن واحد يكون اعلى من طبقه اعلى وجاهل جدا بالنسبه لها. فده من ضمن الطبهات اللي هي مالهاش علاقه. من ضمن الكلام اللي انا عايز اقوله، يعني كل بنت انت اكبر بكتير من انك تختزلي في صفه او تختزلي في ارضاء الغير. انت
مخلوق عشان تستفيدي علميا من حاجات كتير، مخلوق عشان تأثري في المجتمع اكتر من انك بس يبقى دورك في الحياة بنت كويسة، زوجة كويسة، ام كويسة، وبعد كده الله يرحمك. انتي اكبر بكتير من كده يعني. انا بشكرك يا سماح، وبالتالي بحيي كمان على الجراءة اللي انتي عملتيها، لان ده يعني ناس تختلف او تتفق معاكي، بس ده محتاج جرأة شديدة الحقيقة. شكرا. سماح حمدي مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية، بشكرك. دكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل هيئة تنظيم الأسرة، بعد الفاصل.